صباح الخير عليكم، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الدجاج خرج، بارك الله تبارك الله. سير سير، خصك تمشي دابا انت لهي باش تعطيهم. لا خصك تعطيهم الماكله هنا، زعما هنا باش كتصاوب لهم. يلا تبعوا تبعوا. ري غادي يكرفصوا لي كلش. سير سير سير. سليمان ووليداتو. سليمان وليداتك تابعينك. سيروا 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 لأقسامكم. دابا مسكينة مساكت، راه باغي ياكلو، باغي يدخلو، معرفوش منين. عادي لاكوك دير هاكوك، هما جايين غادي يلقاو الباب. سير سير سير، بقاو جوج ثلاثة، خافو مني يمكن انا. برافو. طبيعي راه دخلو دابا، ما عندك ما تعطيهم تما. يلا ودابا بس سد عليهم. سيري سديتي، ما تسد. خص زعما حتى شنو الحل؟ راه واش تنفخ سليمان؟ واش تنفخ ولا غير لتحت الارض اللي فيها المشكل؟ الله ديال النار، احنا فايقين مع العشرة. خمرنا عرفتي، عييت عييت بزاف. الحمد لله شبعنا نعاس، عندنا ما نديرو. مرة مرة لوحدي يخمر خلاص، صراحة مبقيتش متعودة على النعاس الصباح. وليت كنفيق يعني لا تعطلت، تمنية تمنية ونص، شي مرات سبعة ونص، ولكن هاد الأيامات عاود راه تخربق لي الناس، مبقاش كيبغي يجيني في الليل، وبالنهار تيديني الناس الصباح. معليناش، جيت غادي نعطي الحوت ياكل، غندوز من هنا حيت راه الغيس. صباح الخير الزوينات، صباح الخير الحنيونات، صباح الخير المشيشات. الكويدات ديالي كيما العادة نعطيهم ياكلو كما جرتي العادة. صباح الخير. نحط الكوينة باش نشوفكم مزيان. شوفي نطلع الخنزة، شوفي نطلع، شوفي نطلع. يوجع، خلعوني شفت وحدة وتخلعت. وليداتي حتي هي هاديك الحمق عليها. هاي هاي الماكلة، ها هاك تخطى الماكلة. تحرك تتخلع، خلينا نفطرو غادي يمشي. اليوم الشمس حارة حارة بزاف، كنتسنى الأرض تنشف شي شوية
باش نبدا نصاوب هنايا الخضره، شويه ديال الخضره حتى الاخرى اللي ليها، راه شفنا هذيك الفلفله وداكشي صافي بدات كضيع، خاصنا نكرولوها. هنايا بديت ولكن الارض باقا ثقيله بزاف، ما يقدرش واحد يكربلها. غادي نحاول نبازي غير على هاد البلاصه هادي بعدا اللي فيها الكوتا كوت اللي دايز فيها داكشي متراسي، زعما خصو غير يتفتح خصو يتدالو تقيبات وصافي. تشوف البصله كاينه مشتتة، شي وحدين هنا وحده هنا وحده هنا. خاصني نشوف كيفاش ندير لها هادشي، غير هي الارض كيما قلت لكم مازال ثقيله ومازال ما درناش بحال هادو، لكن ما شفتش الدور ديالهم بحال دابا. هادو مزيان يحددوا غير بعض البلايص بحال النعناع، بحال قزبور، معدنوس. اما الخضره ما نعرف، المهم غادي نشوف شنو غادي نديرو ان شاء الله. بالنسبه لهاد البلاصه هذه اللي حنا درناها، كنظن والله اعلم غادي نزيدو الداليا ولا شي حاجه، هاد العنب هادشي اللي بان لي غير حتى نلقاو الكاليتي مزيانه، ويعني حتى قرب الربع. وغادي نحاولوا نزيدوا وحده في الوسط تمايا وحده في الاخر باش يعني تبقى دائما، وراكم عارفين ما تبقاش تموت. دابا انا جربت ديك القرعه كما شفتوا من قبل وما عجبنيش الحال، يعني شو شحال كتوسخ من بعد، غير كتحيد وكتوسخ وكيجي صعيب باش يحيدها لوحدك شي. باش كنظن الله اعلم غادي نديروا الداليا، وهي اللي غادي تبقى دائما تما وتعطي منظر زوين. وحتى فاش كتكون طايحين ورقها وداكشي، دوك العواد ديالها كيبقاو عاطين منظر زوين. دابا ما بقى خاوي هادشي وما صالح لوالو، داكشي علاش ان شاء الله غير حتى البدايه زعما ديال داكشي، باش حتى البدايه ديال الربع ان شاء الله غادي نزيد الداليا. هادشي اللي بان لي الله اعلم، محتاج السلاوي وداكشي شتو كيبدا يدبال وكيضيع وكيجي المنظر ديالو خايب، كيضيع المنظر وما عرفتش مالو. شوف كيدير، ها شتو بحال فيه شي مرض ولا مناف ولا صافي ما كيبقاش هاد الوقيته ولا ما عرفتش. المهم ما عجبنيش بزاف هذاك الشيء اللي عطى الله. ايوا غادي نمشي نوجد الفطور، باقي عندي بزاف الحوايج باغي نخدمهم. دخلت للدار لقيت القط داير هاد النعسه العاجيه وضحكني صراحه. مسترخي وما راهش في هاد العالم. انا ضحكني سبحان الله. ولفنا دغيا هاد القط هذا، ولفنا حتى انا حتى حنا زعما ماشي حتى انا، واخا انا اللي كنجلس معاه في الدار بزاف، ولفتو حتى انا بزاف صراحه والله الا. المهم هذا النهار راه ما خدمتش، لان عاد كنوجد واحد الفكره. ملي جات ريم خرجنا هاد البوفه هذه، لان كنخرجها دائما للشمس باش تنشف. من ديك المره فاش جات الشتاء تكرفصات، واخا هي عامره غير بالفرشي ودايره لها لامبيرميابل، يعني داك الباش لداخل عاد هاد الثوب هذا، ولكن واخا داكشي يمكن نخليها شويه الماء كنحس بها مديه، داكشي علاش كنخرجوها للشمس. صافي هادشي اللي كاين. المهم راه مازال ما كتبش الله، مازال كنتسناو السيد يجي يصاوب لنا داك البلاستيك لهاد السقف هذا، ياك مع الله نتهناو من يعني الشتا فاش تجي والندى ما يدخلش. وصافي وغادي نوجد ان شاء الله واحد الخدمه غادي تشوفوها، غادي نبارطاجيها معكم ان شاء الله. كنخدم فيها دابا حاليا. المهم راه كتير ما يدار، باقي عندنا ان شاء الله اصلاحات في الدار. غادي نفينيو واحد الحيط وداك الشيء، مازال كما قلت لكم حنا كنديرو حاجه بحاجه. وقت ما كانوا عندنا الامكانيات وقت ما توفر الوقت باش يكون سليمان، راه تنخدمو انا وياه. طبعا حتى هاد لاتولي راكم عارفين مازال ما صوبناش الباب، مازال كندير بلان لجهه الشوميني وكل شيء. داكشي ان شاء الله كله غادي نبارطاجيه معكم. ايوا هادشي اللي كاين، تهلاو لي فراسكم.